تريح عرف الواحد إذا رأى شامبيونز ليج. على بالك نسيت قبل ديت لا شامبيونز ليج نسيت. لا والله العظيم اكشفته حتى في التصريحات تاعي وقلتها يعني سونز هيبوكريزي صدقوني قلت لهم اتمنى ان صلاح يفوز بلا تشامبيونز ليج ويكون العربي الثاني لان صلاح يستحق يفوز بلا تشامبيونز ليج باسكو سي ان غران جوار وحاليا هو سفير الكره العربيه ولازم نشجعوه ونساندوه كلنا ولكن لو بون ديو ا فولي اوترومون كاسكو فو فولي سي لي ريسك دو ميتي سي سا.